ده مين؟ زعيم؟ يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ قسم بالله فتحت الكاميرا نفخ صدرة اكيد. شاوية سمات ومن الاخر. من مخترع هذا يا ابو ليال؟ منو مخترع؟ ايوه السمك. تضبيط برعايه بشاب والخال طبعا مشرف. مشرف مشرف على الشيء. انت خوز ديك لا طوف عليك بل من الناس. خال خالك يا اخي. ابوك بتلي يا خالك يا اخي. صدقه يا ما تحترم خالك. لا احترم احترم بطل عادي. احترم خالك احترم. والله انت مش تحسب انت الاثنين يا الثلاثة كذي يعني. والله اصبر علي يا خلانا ارتب العنود. انت بعد هاي عنود يا زينب خرس حار. اسأل بدي ابو ليال وين وصلت اخر مرحلة ابو ليال العنود؟ سمايل يا الله يا ابوك سمايل ما بطريها. سمعت راح ورد ما عندك كنك راح خضراوي. ايه خضراوي. وشو الاخبار ابو ليال؟ كل شيء تمام. متابعين يسالون عنك يقولون الخال مختفي وما يطلع على الشاشه. قلت لهم قلت لهم بطران. لا مسكين خال حجروه 14 يوم ما رمي طلع خشمه من الباب. والله اكثر واحد انحجر هو. كان حد ينحجر مرتين ثلاث مرات. خشمه عند الباب ما رمي طلع خشمه. في الشهر مرتين ثلاث. والله العظيم كل شهر محجور يا ريال لغتيني خلاص. ما كل مره ترى يحجرون. لا وعد واحد مريض استوى. بالله عليك. ما يلا روح روح. حيا الله الخال. يا هلا مرحبا. يا مرحبتين. ابي تسوي انا صور يعني؟ والله محطين نيه على ليش ما تبشر خالك وياه؟ ريال عود يا ريال ما فينا على المشاكل. ما مشاكل خالك بيصير بيستانس بيشوف صور ما عمره صار. مشاكل شو يعني؟ ريال عود انت ما فينا. يا وريال عود ريال عود كان ما مشى على العربان ولا مشى على الحركات. شرف راسه شرف راسي يقول له شور دخل كور هذا. نحن بيصير شنو شنو البح بي يا ريال. من بنلبس بنلبس شو اسمه ملابس رياضه وقطن. يقدر يلبس يقدر 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 يلبس. نقدر هو 24 ساعه اكل عادي بيلبس بدله وقحفيه ما يستوي. اكل يوم المزرعه لابس بدله وقحفيه. والله حسب النزول مال مزرعة. بيجامة قحفية، رياضة قحفية، هفانيلة قحفية، بدلة الدوام قحفية، كندورة قحفية. حتى وقت نرقاد ترى. بالعلى. سوي لها بسك شفاف مرة. كان مير. لا ما عشان فسق عينها قلت مير. لابس تاخذ كاب ازرق. لازم نلبس كاب ازرق على التريس. صح صدقه خالي؟ يعني انت لازم ازرق حتى كاب اسود. كاب اسود باي حسب اي. والله صدق ابو ليال يا اخي فكره. عندك كاب انت يبقى لنا قاس على راسي. حاضرين طول عمرك. خلينا نغير ستايلنا فالك الطيب. لكن اعرف انك يوم ولا يومين بتعقى. لا لا ما بعرف. اقول لك انت بتلبس كاب وهاي اللبسه ما تدوم تسوي فزع عمر. كم كم؟ خالكم يا جماعه انتم مستعوا يهكم مستلمين خالكم. ما خالكم يا اخي والله العظيم. هذا الخال وهذا الخال الثاني ابو يثار. كلمه كيف الحال؟ عم احترم. طيب هذاك الذيب هذاك الخال الثاني وهذا الخال خالنا صح. لكن يعني فكاهي عادي عادي ما عندي عادي عادي ما عندك اي مشكله. عليك قصه نبع عليك شيء تعطينا من مغامراتك قديما ذكرياتك شيء تعطينا فقره لازم تسوي لنا فقره. والله يا خالك مرت علي مره بوحده. هي زين عاد خلني اتعدل. والله مرحله داخل مظلات مسكين. كنا ننزل داخل مظلات. هي يوم تطيح تنكسر ريلك. اي وطحنا داخل حسبك الله. كانت عندنا قبضه ليليه. هو ممتاز نعم. بس الله راد انه هو ذاك اليوم كان قبضه ليليه. حلو. ونزلوا من الاستريم وما عرفنا الهواء اتجاه الهواء وين. فوق هو غير وتحت هو غير ما تعرف. عسكري سابقا. ايوه. ومن نزلنا من قبل نجهز روح عدنا لين 1006 من 1001 لين 1006. طيب ما درينا وعلمنا الا داخل عزبه. وروحت الريل انكسرت. روحت الريول. الصبح
الخال وكمل السالفه. وسحبتني المظله سحب ذيك اليوم عوزتني. لك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربك ستر. لك موجوده يعني في ذكريات الشهايد موجوده ورماي تحط لك برتقال على راسك. برتقاله حاطين لي برتقال على راسي بامن انا تحط لي برتقال وخلي راسي. والله يا ما حطيته برتقال. والله العظيم شيبوه رماي انا والله ولو شو حطي له تجربه. والله العظيم حطي لك برتقاله. وين برتقاله بشل وجهي. يا هلا بالخال يا هلا بالخال. كل جمعة إن شاء الله راح نسوي لكم تجمعات مع الخال وذكريات جميلة. هذه نبذة عن ذكرياته سابقا في مجال العسكر. أحمد خالك عزمته ولا روحه جاي؟ هذا كل يوم كل يوم يجي بس كل أحس إنه جاي جايته يعني سحب شام الريحة ما أعرف كيف. يعني طبعا ما بالعزيمة بيت بيتي هذا. البيت بيتك صحيح. بعدين ما ترون فيه. الحين المشكلة. غنى من زمان. خالك. لا والله سولف. أنا خالك يا أخي. عزيز وغالي. الخال عزيز غالي والله. خالك دق بو دق الخال بوس على راسه يستاهل. كب هالشيء. خالك خالك. خالك أنا. تسلم تسلم بتعقني يا أبوك حمام. خالك يا أخي. علامك أنت. ما تحترم خالك. ليش ما تحترم؟ خالك أنت بعد. أنت بعد خالك ترى. احترم خالك احترم خالك. انا بوحدك ويا هالمسبح هذا. كيف بتحيكه؟ بحيتك بواحد. مرحب ابو محمد. مرحب ابو محمد. قرب قرب قرب.